وينضم إلينا من تونس المحلل السياسي نجم الدين العكاري، مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة. بداية، النهضة أعلنت ما وصفته مشروع تعاقد للحكومة، برأيك هل سيكون كافيا لإقناع القوى السياسية المترددة بالمشاركة في حكومة تشكلها حركة النهضة؟ لا، هذه الوثيقة أو هذه خريطة الطريق كما أسمها قيادي من الحركة، التقيته منذ ساعتين قبل الدخول إلى الاستوديو، لن تكون كافية رغم أنها مطروحة للإثراء وللنقاش وإلى التوافق حولها، لكن هنالك الآن المطالب التي يقدمها بقية الأحزاب هي مطالب أخرى وهي متمسكة بها حركة النهضة، وهي تنحية رئيس الحكومة من النهضة. يقولون أنه يجب أن يكون شخصية من خارج حركة النهضة، وحركة النهضة وحسب مجلس شوراها الأخير متمسكة بهذا، وتم اتخاذه بأغلبية كبيرة، 95 صوتا من جملة 102 صوتوا لهذا الخيار أن يكون الرئيس الحكومة من النهضة، ثم يتم التوافق حول بقية المناصب الحكومية وحسب البرنامج الموضوع الذي لا يشبه كثيرا وثيقة كارتاج الأولى والثانية التي كانت في الحكومة الحالية. أيضا القيادي يقول إننا مستعدون حتى إلى الذهاب إلى السيناريو الثاني، وهو بعث حكومة الرئيس كما يسميها البعض، رغم أنهم يرفضون هذه التسمية، ويقول إننا نرضى بأن يكون رئيس الجمهورية أو يعلن عن كفاءة وطنية، ثم إذا تم هذا الخيار فإننا لن نشارك في هذه الحكومة ولن نصوت لها أيضا. يعني أن حركة النهضة قد تجد نفسها رغم أنها فازت بالمرتبة الأولى في المعارضة إذا تم الوصول بعد الشهرين إلى خيار الشخصية الوطنية الخارجة من حركة النهضة التي يسميها رئيس الجمهورية. لحد الآن المفاوضات لم تتقدم بشكل كبير، وحركة النهضة استبعدت حزبين وهنالك حزب ثالث ابتعد عنها، واثنين ما زال يفاوضانها. هذا بالنسبة إلى المفاوضات. ماذا عن المشروع؟ المشروع التعاقدي للنهضة يتحدث عن مكافحة الفساد، تطوير العمل الحكومي، تطوير الصحة والتعليم إلى غير ذلك. الآن عندما يعني تتحدث النهضة عن تطوير كل ذلك، يعني ما يتبادر بخاطر بال المواطن العادي هو ماذا كانت تفعل الحكومات التي شكلتها أو شاركت فيها حركة النهضة طوال السنوات الماضية؟ هذا السؤال نعم طرحته أيضا على هذا القيادي منذ ساعات، وقد قال أنه وقتها لم تكن هنالك إرادة سياسية كافية ولم يكن هنالك حزام واسع لإقرار هذه الإصلاحات أو هذه الحرب ضد الفساد والحرب ضد المتهربين من دفع الجباية ومن حجم الاقتصاد الموازي الذي بلغ حوالي 75%. يقول هنالك الآن تتوفر إرادة سياسية وهنالك القدرة في الأجهزة الأمنية والجمركية للقيام بهذه الحرب بين ظفرين على الفاسدين بكل أنواعه مع المتهربين والذين يوسعون في الاقتصاد الموازي. صحيح أن حركة النهضة كانت موجودة في الحكومات السابقة ولم تتخذ مثل هذه الإجراء، لكن يقول إنه الآن حان الوقت للضرب بقوة ضد هؤلاء اللوبيات الفساد وعدم التعامل مع الأحزاب التي كانت تدعم أو فيها أشخاص يدعمون هذه اللوبيات الفاسدة. من ميدانيين يصعب إلى حد الآن، رغم أنه حركة النهضة تقول أن الأجهزة الأمنية والجمركية لديها كثير من العناصر الشريفة التي قادرة في إذا توفرت الحماية للحكومة الجديدة والسند الشعبي مع السند السياسي لتنفيذ هذه الإصلاحات التي ستحقق النمو، ستخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تردت فيها والأرقام والخطوط الحمراء التي وقعت فيها منذ 9 سنوات تقريبا. نعم. إلى الآن. طيب، ما هي خيارات حركة النهضة في حال رفضت القوى السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة المقبلة؟ ليس لها من خيار آخر إلا الرضا بالقرار الدستوري أو السيناريو الثاني
بأن يعين رئيس الجمهورية شخصية وطنية من خارجها لتكوين الحكومة الجديدة. وفي هذا الإطار وقبل انعقاد المجلس الشورى القادم الذي سينعقد بعد أسبوع أو بعد 10 أيام من الآن، سيتم اتخاذ القرار سواء إذا بتشكيل تعيين المترشحين لرئاسة الحكومة من داخل حركة النهضة، هنالك حوالي 4 أو 5 أسماء إذا مر هذا، أو القبول بقرار ما يسمى بحكومة رئيس الجمهورية التي لها سند شعبي وسند سياسي كبير من خارج حركة النهضة، ستكون قادرة على تشكيل الحكومة الجديدة. لن تكون فيها حركة النهضة حسب التصريحات التي استقيتها اليوم، ولن تصوت لها ولن تشارك فيها، ستكون حركة النهضة رغم فوزها ستكون في المعارضة وستتابع ما حكومة هذه، يعني لتفادي السيناريو حكومة الرئيس. هل تتوقع النهضة يعني أن توافق يعني شروط الأحزاب الأخرى؟ يبدو صعبا إلى حد الآن، رغم أن التنازلات تبقى دائما واردة، وقد تلتجئ النهضة إلى التنازل قليلا باعتبار أن المفاوضات تفرض التنازلات من هذا الطرف أو ذاك. قد تقبل بتكوين شخصية وطنية مستقلة قد تكون قريبة وقادرة على الجمع ما بين كل التناقضات وبين كل الفرقاء السياسيين، وتشكيل حكومة على أساس البرنامج الموضوع بعد إثرائه وبعد مناقشته، على أن يكون خارطة طريق ويدخل كل وزير بخارطة طريق للسنوات الخمس القادمة ويحاول تنفيذها، باعتبار أن عضو الحكومة لن ينفذ برنامج حزبه بل برنامج المجموعة أو هذه الأرضية الأولية التي تم ضبطها وهي التي قابلة للإثراء والزيادة والنقصان في اتجاه محاولة وإيجاد إصلاحات ثورية في كل المجالات وخاصة في القطاعات الخدمية والقطاعات الاقتصادية، حتى يقترب التونسيون من حل أزمتهم الاقتصادية وتفادي مشاكل اجتماعية وسياسية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، حتى تتجه الحكومة ومعها كل العاملين في القطاعين العام والخاص وفي كل القطاعات الأخرى المهنية والاجتماعية إلى تحقيق الأهداف المضبوطة والاقتراب من تحقيق أهداف الثورة التي حاد عنها الجميع، والوصول إلى نسب نمو تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية الكبيرة. نعم. التي تهدد إلى في حال يعني ما هو الاحتمال الأكثر يعني أن يكون واردا أكثر، يعني في حال فشلت حركة النهضة في تشكيل الحكومة، هل سيناريو مثلا انتخابات أخرى جديدة وارد؟ أعتقد أنه إذا فشلت حركة النهضة في محاولتين، المرة الأولى والمرة الثانية، ثم إذا تم طرح شخصية وطنية بدعم من رئيس الجمهورية، أعتقد أنها ستمر، ولا أعتقد أن هنالك الكثيرين من الأحزاب أو حتى من النواب المستقلين يقبلون بإعادة الانتخابات، سيذهبون إلى للتصويت إلى الحكومة الجديدة في المرة الثالثة أو حكومة الرئيس للإبقاء عليها ومحاولة دعمها، لكن حتى إذا نالت الثقة فإن بقائها ومواجهة الاحتجاجات المحتملة إذا لم تتمكن من تحقيق مطالب الشعب التونسي وخاصة تحسين مقدراته الشرائية والمعيشية وتحقيق بعض نسب النمو والتقليص من البطالة وتحسين الصحة والتعليم، إذا لم تتمكن من ذلك في ظرف سنة أو سنتين حتى إذا نالت الثقة فإنه قد يتم إسقاطها شعبيا أو بتخلي بعض مكوناتها عنها وعدم تحمل الفشل المرتقب. شكرا المحلل السياسي نجم الدين العكاري، كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة.